جازي تقدم لكم هذا البرنامج. شوق جزائري يا شوق أروح تشوف 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 كنتم. مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الجزائرية شو، سهرت كل يوم سبت عبر قناة الجزائرية وان قناة كل الجزائريين. كالعادة نتكلموا على الأمور السياسية الاقتصادية الاجتماعية، حتى نتكلموا على الإعلام على الترفيه مع ضيوف راهم أكيد في الصف الأول لكم أنتم مشاهدين. عتيقة إن شاء الله تعجبك هذه المفاجأة أو مفاجأة. كذلك مشاهدينا هي ابنة بلكور العاصمة، ممثلة فنانة في الصف الأول. نرحب سويا ببايا بوزار. ربما لما نقولكم بايا بوزار ما تعرفوهاش، ولكن نصفق ونرحب سويا بالفنانة المتألقة بيونا راي، حاضرة معنا في العدد الأول من برنامج الجزائرية شو. شعلت نيران قوية يا ابو هدي زاد عشقك
جعلتني رانا قوي تعالي اه يا غزالي يا دوبرمان يا وتعالي غسبي عقوبالي يا داود بالي غيرك ما يحلالي تعالي اب 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 اطفى لولا وليا ضيف الجغي يوم كل يوم مرات خيال يوم انا محرم عليا عليا يوم كل يوم مرات خيال يوم انا محرم عليا وفؤادي زاد عشقت شعلت نيران قوية وفؤادي زاد عشقت شعلت نيران قوية يا انوار اه يا غزالي يا وتعالي غسبي عقوبالي يا زهوت بالي غيرك ما يحلالي اف 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 ايه ها ادي خليل اها عتيقة ما تهضريش انا راني انا عم بات لي ما تخليهاش ما بتقعد انا من الفرحه راني مشوكيه من الفرحه يا عمري يا عمري يا جدي تويتك تويتك يما على يما على جالك نرمي روحي من ريتش وصك لا 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 ان شاء الله لا لا ان شاء الله ربي يطول في عمرك بيونا الله يسلمك وما تقدريش تصوري الفرحه اللي راني فرحانه اليوم كي تقابلنا قال لك تشوفي طويل الجايز عارفين القصير موراه انا عتيقه وين نروح تبعني صح صح انيسه صح والله صح جدور عتيقه مو سي ما شيغي جتادور اخلاص دوك دوك يقولوا بلي حنايا انا ما اعتزلتش وما غبتش انا كنت حاضر في المهرجانات في الحفلات بصح كان عندي شويه لي زونسترومون تسجيلات ماكش نسجل واحد الخمس سنوات ما سجلتش اغاني بصح سينو كنت حاضر ما سجلش باسكو حبيت ندير اون بوز نشوف باسكو على بالك انا بديت عندي 35 سنه في الفن اوتوماتيكمون كاين 3 جينيراسيون لحقوا عليا اوتوماتيكمون لازم واحد يدير اون بوز يشوف واش الناس راهي تحب واش نعم سينو ما 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 حبش الفن وقعدت توجور في الفن كاين الناس اللي حسبوني غبت ولا حبست ولا مي سينو شي توجور انا خدمت بكري في وقت لابوند اللي كنا نخدموا بلا بوند ومن بعد السي دي ومن بعد الكاسيت ومن بعد السي دي ومن بعد جا وقت اللي لازم نواكبوا هذه لا تكنولوجي وهذه بصح كاين بزاف فنانين في لا جينيراسيون تاعي اللي راهم في راهم حاضرين في في الانترنت وتوسكي يوتيوب وصوالح بصح نسبه المشاهده هذه سي فري انا مانيش فاهم انا مانيش فاهم دي فوا نشوف فنانين نشوف اغاني جميله لحن شباب كلمات نظيفه شابه عندها عندها رساله ونسيب لي فيو قلال قلال يدي تكون عند الاغنيه عندها 6 mois 7 mois لي فيو قلال ودي فوا نشوف اغاني عندها ميم با 2 jours 3 jours نلقى ولا نسبه مشاهده مانيش عارف والله ما بعيت نفهم مانيش فاهم الطالب ديالهم صحيح مانيش فاهم ما تفهمش خير وجوستومون في لي كومونتير نشوف لي كومونتير ملاح انا كي دي فوا انا ولا فنان واحد اخر تاع قديم ولا نشوف بالك يكون عنده 500 كومونتير ولا كامل هذوك لي 500 كومونتير ملاح بصح نسبه هذيك المشاهده لي فيو قليله الحب مليح وصح ولكن لازم تغنيه بطريقه نظيفه باسكو احترام الجمهور ولا بد صح احنا ما كنقولوا بلا جمهور انا نحترم بزاف الجمهور تاعي وما نقدرش وكانت تكون كلمه نضرب لها ألف حساب ما نقدرش نغني هكذا بلا من لازم تكون مدروسه وما لازمش نقيس حتى واحد حتى واحد ما يقول لي هذيك الكلمه ماشي مليحه باسكو نقدر نغير هذيك الكلمه بكلمه واحده اخرى علاش ما نغيرهاش باسكو لو سوجي راه يغني على الحب نقول على الحب الحب طريقه نظيفه تغني نورمال والناس الناس تفرح بيك وهذه وخير من اللي تروح تغني بالكلمات اللي ماشي مليحه يا 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 امان 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 امان
أمانا مانا 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 نقسم بالله لعشقتك وصلت انا حتى بكيت لك وما شفتك يا بغيتها ماشي هي دان دا دان دا دان والديا انا والديا يا ريت لقيت لي خبرها شصرا لي على خاطرها من عشقها مرت انايا شفت الموت بين عينيا يا ريت لقيت لي خبرها شصرا لي على خاطرها من عشقها مرت انايا شفت الموت بين عيني اوي لهب اللي تسبى بيتي والديا انا وادي اي واي 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 جيسكا بريزون راني قاسي خيرك مازال بين عينيا بسبب كامل ما بونسي سويت زواج انا فرسي جيسكا بريزون راني قاسي خيرك مازال بين عينيا واللي بغيتها ماشي هي والديا انا والدي يا ريت لقيت لي خبرها شصرا لي على خطرها ومن عشقها مرت انايا شفت الموت بين عيني ويا ريت لقيت لي خبرها شصرا لي على خطرها من عشقها مرت انايا شفت الموت بين عيني اوي لهب اللي تسبى بيتي وصلت انا حتى بكيت لك وما شفتك الحقديه ايه لترني جون انا شفتك اقسم بالله لا عشقتك وصلت انا حتى بكيت لك وما شفتك الحقديه ايه واللي بغيتها ماشي والديا انا والديا يا ريت لقيت لي خبرها شصرا لي على خطرها ومن عشقها مرت انايا شفت الموت بين عيني ويا ريت لقيت لخبرها شصرا لي على خطرها ومن عشقها مرت انايا شفت الموت بين عيني اوي لهب اللي تسبى بيتي والديا والديا شكرا عتيقة صافا صافا وي وختوا صافا صافا خافي راسي وضربوك اليوم عباك ابارتي دو لا سيمين بروشان قال عتيقة قال السمانة اللي فاتت قلنا هكذايا الكيستيون الأولى هاي لي ما خدمتي هذه قبيلة تقول على بالك كيش راح ديري ديكا هذه خدمتها دو لا بيس تياترال هذه تاع
خدمتي هادي على بالك هادي لونك هاوليك ولا هنا البابور هادي هي هادي العقليه تاعها يمنا بطاطي بالبابور حبيبي حبيبي ولونك لونك سي تي بورت بونور ولهذا يديروا في السناسل نربط راسي بالبطاطا اليوم صح عتيقة دون كيشوت كيفاه دون كيشوت كيفاه واسمو وشنو هو دون كيشوت الحبيلة واخدتوها واحدة والله على بالي قالت لك البطاطا هذا 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 وهذا تعرفي نخليك تقرايه خمس سنين ما يخلص عجبتك ما يخلصش عتيقة وش بيك يا اختي راسي على بالك راهو يوجع روح بالبطاطا اليوم بغيت نشوفوا لي البطاطا لميتيهم عليا كاع اليوم يا بنتي واحد من واحد من واحد من خلاص ما نزيدوش نجيبوهم في وقت يا بنتي عييت تعرفي واحد يذبح من واحد يذبح من واحد الدوله لمين ويصو راه كثر قبل 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 ويصو عتيقه لازم شويه ثقافه يا وليدي ثقافه بالعقل ماشي انا بالعقل بعدك بعدك لا عتيقة الله غالب انت درت ثلاث ايام اليوم ماشي النهار هذاك راح يدير ثلاث ايام لا لا انا باش فيها بريجي سي اون لونغ نخدموا بها نتعلموا بها اون ديكوفر بها ايتترا انت راكي في كلاس ديكزامان لازم تقراي اي لغه كل المواد واجبه فوالا دونك حنا اوني كو دي زوتيليزاتور دو لا لا عتيقه عتيقه الميتريز لو فرونسي وعادي جدا عتيقه لا جو ميتريز تري بيان مو بيان سور Voilà. Je fais exprès, ma chérie. Attention. Aucune faute. Parfait. 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 Très bien. Le moyen qu'il y a une mère est là aujourd'hui. Je me tresse très bien. Ah, je sais. Elle est belle. Il suffit de vouloir. Il faut que tu aies une petite chose. Oui, bien sûr. Si tu veux, tu peux. Voilà. Gare. Je suis un bon président. فرص مي انستغرام ما نعرف ما انا خاطيني انستغرام دالي دار لا 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 ممثل سينمائي معليش بابا لا ممثل سينمائي فورماسيون فتحي اللي بدا بايطاليا قبل ما يجي للجزائر نعم نعم اي اي وفيسبوك عندك عندي فيسبوك بالطبع يا وليدي بعدك راجوتيني اسمك فتحي نوري متشرفين لا يبارك قال لك متشرفين عاد انشانتي اونطوغي فواشت واحد جديد باش يدير الانستغرام راك شوكيتني والله هيك قول والله بعد والله خاطر نو عندي لا لا صح ما عندي زوج من الناس يتبعوني يما لا لا دوك نقول لك حاجه بصح دير كي تنوض شرب قهوه وكاع جامي جامي باسكو دوك ينوضوا كي يشربوا قهوه يديروا في لاستيك لا 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 جامي جامي يقعدوا خارجين يقضوا لا لا نو هذوك هذوك لي انستغرامور هذيك انا مش انستغرامور انا ممثل سينمائي لا 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 ما ان شاء الله يعني صافي بليزير تاع الايطاليان عتيقه شتي كيفاش عندك كوستيم الله الله يا فتي والله العظيم على بالها يتحول عارف تقول راح يتزوج عتيقة نخلو فتحي ولا نجيبو المحروسة كيما حبيت لا لا هذا آخر يا بنتي لا لا ما عندك راني نقصر لا لا محروسة قصني اليوم جاري العزيز وكان بدا مشواره بإيطاليا ومن بعد نتكلموا على يعني إيطاليا قول والله بالطبع يا بنتي وأنا بديت هنا وبعد رحت إيطاليا بعد درت لو كونترير وماشي جيت من الفوق نعم ما حبش يجوز عتيقة وقيلة عجبك واحد لا لا هذا حبط بسطح باش يطلع بالدروج صوت صفير البلبلي هيج قلبي التميلي الماء والزهر معا مع زهر لحد المقلي وأنت يا سيدة لي وسيدي ومولي فكم فكم تيمن العغزي للعقيقلي قطفتها من زهرة من لتم ورد الخجلي فقالت لا 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 وقد غدا مهرولي ولدت مالا طربا من فعل هذا الرجل فولولت وولولت ويلي ويلي يا ويللي فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي وفتية سقونني قهوة كالعسل لي شممتها بأنف أزكى من القرنفل في وسط بستان حولي بالزهر والسرور لي والعود دندن دنلي والطبل طب 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 لي طب 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 لي والسقف قد سقسق لي والرقص قد طاب لي وشا 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 وش على صرفتي على ورق صفرجلي ولو رأيتني هاربا على حمار أهزل يمشي على ثلاثة
مشيت العرنجل والناس من حولي. داك جرق جرق شتي شتي جرق جرق صراحه دنا بس ما كملهاش دقيقه بقعد خلاص كسراتك يا اخو والله شفت ولو رايتني امشي على حمار اهزل يمشي على ثلاثه مشيت العرنجل والناس ترجمملي بالسوق بالقنقللي والكل كعكعكع من حولي ومن حويللي ولو رايتني هاربا خشية العقنقل إلى لقاء ملك معظم مبجل يأمرني بخلعة حمراء كالدمدمل أمشي بها هاربا خشية العقنقل إلى لقاء ملك معظم مبجل يأمرني بخلعة حمراء كالدمدمل أنا الأديب الألماعي من حي أرض الموصل لضمت طيبا زخرفا يعجز عنه الأدبلي أقول في مطلعه عتيقة صوت صفير البلبلي يعطيك صحة يا وليد قدر الله يعطيك صحة سبحان العلي 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 سيروا بالنية وسيروا بالنية سيروا بالنية وسيروا بالنية سيروا بالنية سيروا بالنية وسيروا بالنية سيروا بالنية سيروا بالنية سيروا بالنية سيروا بالنية سيروا بالنية سيروا بالنية ربي ورداس 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 شعرك في السما الماكي زوبير وليد خالي شفتك
تسمعي انت يا اه واش كنتي ديري عند الجاره؟ راح نوري لها ليشان، ما تعرفش ليشان. اه يسمى انت يا وليتي تيكنيسيا مسكينه، ما تعرفش باش تشوف ليشان، قالت لي بروغرامي لي لا تيلي. انت يا فاش شاطره؟ شاطره غير في ليشان وفي التلفزيون. ويبقى انا فاش شاطره؟ هذا واش خلقني ربي قاعده ونزافي. ايه بداي تبكي بداي تبكي، بركه عليك. شوفي يا زوج كيلو بطاطا نديرك لا بوغي اليوم. ايا روحي تخدمي شغلك من الصباح، ولا نخدم يا بيو من الصباح بيو وديا كاجو. بما انك صريحه جدا راح تقولي لي، هناك من يقول انه بيونا حاولت الانتحار بسبب تاجيل دوره فنيه، نعم ام لا؟ على ماه؟ على تاجيل دوره فنيه يعني. على جلنغول؟ لا لا، يعني كان عندك تورني، يعني بعدوا لك لا تورني وزعما حبيت ننطاح. نعم هذه مكتوبه عبر موقع على سواد السعد. درتي تونتاتيف دو سويسيد، انا عارفه عليه. اذا حقيقه؟ حقيقه صح. حقيقه درت اون تونتاتيف دو سويسيد، جي يو دو ديسي دون ما فاميلي مو ماركي، وهذاك نهار جافي ان كود بلوز اي بي. الحمد لله العذرين ما قبلنيش، قال لي قعدي تماتيك مازال باش نديك. نعم اذا ربي يطول في عمرك بيونا. خديجة صحي لي إذا أخطأت، كنت نقدر نقول الرقم واحد في المسلسلات الجزائرية. كنت رقم واحد في الجزائر وما زلني رقم واحد في الجزائر. جميل جدا. يعني كي يقولوا نعم عتيقة حبيبتي أختي زميلتي. يا عمري راني فرحانة بزاف بوجودي معك اليوم. والله غنسيري سي بروك ما شيري، والله باسكو نشفى لك كل يوم نهار جيتي للميدان الفني. نعم كنت سيتي 92 93. نعم وكانت عتيقة في لومبيا وي، ويعني كنت نقعد لها فوق البيرو ديالها. والله جو مي رابيلكم اوجوردي، يعني فترة جازت رمشت عين يعني. لا غير بدات صغيره ان شاء الله. كاع كبروا حنا ما كبرناش الحمد لله. سبحان الله. نقول لك حاجه، بارك الله علينا في تدخل القلوب. القلوب اكيد. نعم. اكيد اللقب يرد. اذا خديجه رقم واحد حتى الان. انا ما نقولش رقم واحد، ما نحبهاش الكلمه نمبر 1، جو ديتست. ولكن كي تقولوا انتم رقم واحد، رقم واحد انا بعيون جمهوري، رقم واحد بقلوبهم، والحمد لله يعني لحد الان عندي جمهور يحبني ويحترمني، وهذا اهم شيء يعني. لا دوفيز ديالي في الميدان تاعي حتى لدرك، يعني صافا فيغ شحال 30 سنه بيانتو دو كارير، هي حب الجمهور واحترام الجمهور. والاحترام مهم جدا. الاحترام احترام جد مهم ليا يعني، وانا كذلك يعني حاطتهم في قلبي ونحترمهم وجد متواضعه معاهم اينما كنت. دينا مع الكبار وهما اللي يعني يدربونا ويوجهوك وعطاونا يوجهونا لي باز، يوجهونا عطاونا لا باز سواء في التمثيل ولا في الاخلاق في اي حاجه. نعم انا دوك لا ديرنيير فوا العام اللي فات صافي 2 ans ولا 3 ans كنت دونس ان بلاطو يبان جات وحده جديده حبت توري لي، على بالك جيتي شوكي انايا. جديد بدات تقول لي عتيقه تشوكيت. سبحان الله العظيم، القط يعلم به المط. اي با والله. الصوره الاخرى تعليقك؟ جو باس. ما تعلقيش؟ جو باس الله يسامحها سي تو. يعني لهذ الدرجه؟ لهذ الدرجه الله يسامحها، الله يسامحها، لكن انا ما نسامحهاش لاني انا كي قدمت لها نصائح يعني. الحكايه هذه عندها 7 سنين عندها. نعم ولكن تبقى حكايه موجوده. تبقى حكايه. انا قدمت لها النصيحه كاخت كبيره كما قدموا لي النصائح انا مقبل. تكوني مقابله السيده فريده صابونجي ولا السيده ناديه طالبيني مازال عندي علاقه معاهم، كيقولوا لي لا لويزا هنا ما كنتيش مليحه، لا راكي تو ديتي با بون تا با بيان دوني كذا وكذا، راكي كنتي هنا بارده. لا بالعكس او كونترير، انا نحب واحد يقول لي هكذا ما يقوليش اه وي كنتي بارفيت. لا انا بور موا ما قدمليش النصيحه. انا كاين فنانات كاين ممثلات قدمت لهم النصيحه
خذوا بعين الاعتبار النصيحة تاعي، وكما مازالني أنا كاين الناس يقدموا لي النصيحة بكل بصدر رحب، ما نقولش خلاص أنا وصلت أنا راني قيمة فنية كبيرة وأنا نعرف كلش وأنا ما تنتقدونيش، بالعكس أنا ننتقد الأعمال تاعي، عندي أعمال جيدة وعندي أعمال متوسطة وعندي أعمال ما لقاتش صدى، هذه نلقاوها في العالم كامل، حتى لي غراند ستار نتاع هوليوود أون باس كومباري معاهم يديز لا ميم شوز، قال وي بديت دون دي فيلم نافي، بديت خدمت مع ان غون رياليزاتور فينالمون بوكس اوفيس اي نا با ما دخلش ميم با الميزانيه اللي خدمنا بها، ناخذ النصيحه ما فيها حتى حاجه. لكن انا اللي زعفت عليها الحاجه اللي زعفت عليها بزاف هي ان الكلام نتاعي غير. نعم. الكلام اللي قلته اللي هو نصيحه تغير، ماشي هذاك هو الكلام اللي قلته. نعم. انا ما نشتم حتى واحد، ما نحكي في حتى واحد في طريقة لبس فلانة، أو أنا ما رانيش كما يقولوا المهدي المنتظر ولا أنا مفتي القدس باش نقول فلانة وش بها لبسها هكذا، كل واحد يلبس لا يسهل علي أنك أنا راني نلبس كما تو موند كما يقولوا. قلت لك الكلام، أنا الحاجة اللي زعفت عليها هو الكلام نتاعي الذي غير. نقطة إلى السطر. شوفي أنا كاينة ظاهرة هذه اللي خلتني نبعد عن الوسط، ما عادش يهمني، ما بقاش حاجة اللي تحرك لك المشاعر تاعك، يعني تخليك تحبي المهنة تاعك وتجي تخدمي، وخاصة أنك في كل مرة تتلاقي مع ناس جدد، لأن تعرف المخرج، لأن تعرف المنتج، لأن سبونسور اقترحها، كاين فنانات يقول لك نعطي لها مليار ديها في الفيلم، يعني سي دي كونتاكت. سي دي كونتاكت. بصح أنا نخمم على الـ على الـ على الفن في بلادي، ما نخممش على فلان وفلتان لانه ما عندوش واش ياكل ندخلوا، لا ما عندوش ياكل نعطي له واش ياكل اخويا، ما ماشي سوسيال. ياك ماشي سوسيال، ماشي سوسيال، يا با سوسيال، يا با سوسيال في الفن. غضبانه اها، اني زعفانه. اذا هذا الشيء اللي خلاك تقولي انه ما يشرفنيش، ماشي قلتها ما كانش لازم نقول ما شرفنيش لانه بلاد بلادي، وانا من الممثلات الاولات اللي انا كي خدمت لريح الجنوب انا اللي فتحت لا كولور، انا كي درت ريح الجنوب جاني بوكيرش تعرفوه ديريكتور دو فوتو مدير التصوير، راحوا كانوا يحمضوا لي بوبين في المهجر، راحوا وجاوا قال لي نوال، قلت له نعم، قال لي مبروك عليك، قلت انا واش ربحت انا وقيلك شبه ربحت، قلت له غير الخير واش كاين، قال لي الفيلم تاعك راح يكون اون كولور، قلت له علاه واش كان راح يكون واش كان راح يكون، ما كنتش انا في اول فيلم ليا ما كنتش نعرف ميم با انا باري فوتو سكو سي الوغ نتورني فيلم بطوله او برينسيبال رول مع محمد سليم رياض، قال لي راح يولي اون كولور، انا فتحت لا كولور في الجزائر، تصوري باللي انا نوصل نقول هذه الكلمه اللي هذا حبينا يعني تمدينا رد على يعني كانه الفنان اليوم مقهور، وحنا احتفلنا بيوم الفنان اللي كان المصادف للثامن، والله ما نامن بيوم الفنان. لماذا؟ لان كاين عوامل باش يكون باش نوصلوا العيد، العيد هي تكميله لعوامل كثيره، تكميله لاعمال فنيه، تكميله. العيد وش هو العيد؟ وش هو العيد؟ كي نصوبوا شهر رمضان العيد، ربي يجازينا يجيب لنا العيد الصغير، علاه؟ ربي يجازينا على صيامنا وعلى قيامنا وعلى كذا وعلى اذا هو مجرد يوم نوال زعتر 8 جوان. انا كنت رافضه باش نهضر على هذا اليوم، باسكو واش تهضري هذا على هذا اليوم؟ واش كاين باش تهضري على هذا اليوم؟ اسكو الاعمال تاعنا راهي تتصدر للخارج؟ اسكو عندنا السينما حقيقيه؟ اسكو قاعه السينما محلوله؟ وعلاش يهملوا لي زونسيان؟ قال لك اللي فات قديم وتاع، اللي ما عنده قديم ما عندوش جديد، ما عندوش حاضر. تقطع هكذا الصيلة، تقطع شجرة من جذورها تعاود تنوض ما تعاودش تنوض. ما يغلطوش بينك وبين حسن كشاش. انا تحيه كبيره لحسن كشاش، طبعا انا من داك في التليفون يقولوا لي راك في حصه ما عنديش علاقه كاع بها. الو حسن وين راك وكذا، استاذ نعم، بصح هو يقولوا له نعم واحد الضخامه رساله، والله رساله الناس اللي راهي قابضه البرودكسيون كاع يا ناس، عندما بكرا انا كاعيتك في الفن، رانا كاع كيف كيف. انا كاع في الفن. الو سيد استاذ حسن كشاش نعم، وحنا فرحانين بالتواصل معك، الله يبارك ويعيدك. الو يا حسن كشاش انت تاع تحب تجي؟ نعم تحب تجي. والله كيف حبيت
وكان لا لا لازم حتى كاين ثقافة لازم تعلموها حتى التواصل مع أي واحد تربية وأخلاق حبا كي تهضر معاه أنا كنت تقول لي ما نحبكش بطريقة تاع خويا والله غير اسمح لي احتراما لك ما نحبكش انت حلوة ماشي الربط استمو كاينة حاجة صرات يا با لونتون اسمه رجلاوي عرضوه في إيميسيون مع بايش أماهي وقال باللي راح نكونوا أنا وياه والحاجه اللي ما لبلهمش بها الببليك الجيريان سي كو انا مانيش راح نكون في عاشور العاشر ليليا بو يحيى مش راح تكون في عمل عاشور العاشر 3 ديروا لا صراحه لانه كان عندها يعني دور يعني حبوه الجزائريين نقدر نقول لي ديتاي اكيد راكي انسحبتي من العمل فتقدري تعطينا قالوا لي تلعبي 4 سيكونس 2 جور دو تورناج في الديبي تاع الفويتون في الديبي تاع الفويتون سو كي فو دير نيمبورت كال انسان ديكي في راسو يفهم باللي سي بور توي لو بيرسوناج باش تدخلي تو جوستيفي علاش راح تتنحى حمامه قلت لهم بصح اسكو راح تكون في لا 4 سيزون قالوا لي نو كاع رايحين يتبدلوا في لا 4 سيزون تما مشيت معاهم قلت لهم اي كيفاش كومون سا سباس اسكو سي كوا واش راح ندير اكزاكتومون رايحه تورني هاد لي 4 سيكونس من بعد نبعثوا لك السيناريو والكاشي تاعك راح يكون 25000 دينار اللي هي 2 ملايين و500 هنا انا صبت باللي سي ان مونك دو ريسبي انورم انفير موا انفير ما كارير انفير سو كو جي في انفير البوز اللي داروا حمامه ورجلاوي في عاشور العاشر انفير كاع واش بصح ليليا جعفر قاسم هو مخرج نقدر نقولوها انه لا غبار عليه اما في اقتناء المواهب دقيقه حسن اما في السيناريو اما هو يشرف هو كاين كتاب السيناريو في العمل فهل ما قدرتيش ربما ولا جعفر قاسم يقدر يقنعك ربما مانيش نهضر على الكاشيه الكاشيه يعني صراحه بينك وبينهم على بالك ولكن لي 4 سيكونس هل ما جعفر قاسم المخرج ما قنعكش ربما عنده اون فيزيون راهو يشوف حاجه استشرافيه للمسلسل ديالو علاش ليليا بو يحياوي ولا في دور حمامه عندها 4 سيكونس مثلا علاش حمامه عندها 4 سيكونس باسكو على باس حمامه راح تتنحى من الفويتون انا سعيده كذلك باستضافه اول جزائري نعم اول جزائري كريم من شركه تيك توك هو رشيد بوشيبا مرحبا بك رشيد الله يسلمك يا نيسان وريهولنا رشيد ما على باليش الى الكاميرا يقدر يبان هذا هو اذا شركه تيك توك كرمت رشيد بوشيبا على لي فيديو اللي يقوم بهم في تيك توك اذا كيفاش اتصلوا بك شوفي دوك نحكي لك انا كي كونتاكتوني قالوا لي غير على لادريس تاعي والنيميرو تاعي عطيت لهم ومن بعد انا نسيتها كاع العفسه هذه يخش عندها شحال لا ما عندهاش بزاف عندها واحد 3 ايام عيط لي عيطوا لي هكذا قالوا لي باللي رشيد بوشيبا قلت لهم اي قالوا لي لحقاتك عفسه ملاشين لحقكوا لي ملاشين قلت لهم بالك راكم غالطين قلت لهم باسكو ما عندي حتى واحد فلاشين اللي يبعث لي ولا قلت لك غلط قال لي لا لا راني السير عطاني بالنيميرو تاعي قال لي النيميرو تاعك قلت له اسمك لاقبك بوشيبا رشيد قلت له اه قال لي لادريس تاعك هذه قلت له اه ولا غيرك محيرني نعم رحت لعندهم هو قال لي نبعثه قلت له ما قدرت زعما نستنى من الغدوه باش انا نجي قلت له انا نجي عندك قال لي قعدت ساعه ونغلق قلت له راني جا رحت لحق لتما فتحت لقيته تاع تيك توك تاع تيك توك وما كانش على باسكو ما ماشي كيما اليوتيوب يبعثوا بزاف هما في تيك توك ما يبعثوش بالك انا الاول ماشي بالك اللي بعثوا له هنا في الجزائر نعم اذا اول جزائري تحصل ولا تكرم من طرف شركة تيك توك هنا في الجزائر نعم بصح يا رشيد اسمح لي راح نقول للدكتور الا يعرف تيك توك الو نعلم رسميا راني امي في هذه الاستوار ديال هيا دكتور نمدو لك افونغو يعني باش تعرف ابوبخي وشنو تيك توك الى راهي جاهزه الشريط فيديو تاع رشيد بوشيبا في التيك توك نشوفوا وشنو هو تيك توك صراحة
صراحة قلنا أنه سيكسي درتوه وفي التسعينات والطاقة موجودة في الخشبة كذلك ما زالك موجود وبنفس الطاقة الإيجابية، لكن كأنه اليوم نقولها محمد بوليفان كأنه اعتزل الفن، كأنه كأنه ما راكش غلطة، كأنه يعني بون عاودوا نولي 93 91 والصرا للعشرية السوداء وحنا حنا بوكو فنانين مام بنزيما يشاطرني في الاخر واللي معايا اون ايتي فيكتيم دو تيروريزم العشرية السوداء. رحنا لفرنسا كاين اللي ولا كاين اللي خاف يولي، انا بيرسونالمون خفت نولي ما حبيتش، لونتوراج تاعي يقولوا لي ريح وراك وفرنسا تملكك عام عامين سيبي روحك اربع سنين خمس سنين. دوك حنايا اوني بارمي لي فيكتيم تاع التيروريزم في المومون في 91 اللي كنا فريمون ملونسين مليح من 86 وحنا نخدموا سبعة مازال فيكتيم صاحب احمد مازال فيكتيم. حنا كل ما تصرى يزيد على كلامه اسمح لي، كل ما تصرى حاجه في البلاد لو برومي فيكتيم سي لارتيست هو الفنان. هاي دوك الكوفيد هذا ثاني كيف كيف تسع شهور ولا شحال ما خدمناش ماشي نشكيو يعني سي لا فيريتي ماناش نخدموا. كل ما تجي حاجه هكذا حنا اللي تقاسوا اكثر من الناس هذه، ومعليش معليش والحمد لله يعني رانا عايشين ويا يعني كي قلتي كلمه شابه يعني برسك اعتزلت. نعم طلعت فرنسا ما صبت روحي فرنسا، صبت روحي باللي هاجرت بلا بلا غرضي تسمى جي با اكسبتي ليكزيل فورسي يعني شغل اكزيل فورسي كيفاش ما نقدرش نهبط لبلادي ولا الارهاب كثر ولا الله يرحم اللي ماتوا على كل حال. نعم ربي يرحمهم يعني من بعد شغل جي ابوندوني الفن بوندون ديزاني ديزاني دخلت دون زين اون فادير ان تو بتي بو ديبرسيون سيبي روحك بعيد على بلادك سيبي روحك. انا حنا على الهوايه ديالك على حنا فرنسا حنا فرنسا كنا كنا واش نديرو كنا نديرو اون فواياجي وبرك ولا نروحو نخدمو. حنا طلعنا على ان سبيكتاكل فينالمون عشينا مبلوكين تماك. نعم نعم يعني سومي اعتزال سومي. نعم والله العظيم يعني في لونتوراج تاعي ارتستيك فلونتوراج تاعتي تاع كاع يقولوا لي وعلاش تحبس وعلاش راك حابس انا قلت لك انت ماشي قلتها لي دوك قلتها لي عندها قريب 15 سنه الله قلتها لك شحال خطر انا لا فيريتي انا كاع ولا غير كاع يقولوا لي الحمد لله انا كاع يقولوا لي يا محمد نو لازم تنور باسكو ستيل تاعك وحده انت عندك ان ستيل اونيك انت اللي خرجت انت اللي في 86 بارمي خالد مامي الزهوانيه ولي زوركاس كابيل خرجت لهم من القصب يعني انا لا فيريتي وما كانش اللي يقول لي لا لا غير حبات كتا من هذه ما انا ما وبالك يقولوهم ما لحقنيش الخبر الله يعلم مي والله غير جامي نو نو الحمد لله الحمد لله انا عندي حاجه اللي نفتخر بها على بالي بلي لي زارتيست كاع يحبوا يسمعوني نغني باسكو عندي ستيل اموا جي كريم لما نتقاسم حصه معاك ربما نعاود نمدوا لك هذيك الحاجه اللي ربما تعاود تدفعك انك تعاود تولي سيغ سان ان شاء الله. علاش لا لا علاش لا انا يسوفي هذا ما نتمنى انا يسوفي انا هذا شغل النداء يسوفي جوست لي مويان صح صح ما ترجعونيش ملياردير صح ما ترجعونيش ملياردير ولا مليونير عطوني حقي في استديو برك صحيح ما تقوليش راني سوما نخدم. شكرا شكرا لك محمد بوليفان.
نعاودنا حبيكم انتم مشاهدينا وكذا بضيوفي الكرام، رغم انه فنانين محاضرين معنا باش نقضيو معكم انتم مشاهدينا سهره ممتعه، ولكن حديث الساعه اكيد كوفيد 19. بروفيسور صنهاجي، الان فيروس كورونا ارعب العالم، هل لانه فيروس مجهول الى حد الساعه ام ربما ارعب العالم لانه سريع الانتقال من شخص الى اخر؟ اهلا، يعني هذا الفيروس أكيد أرهب الناس، ولأنه عنده يعني قدرة العدوى متسارعة، وكان خاصية أخرى هو يعني فيروس هو عبارة عن مزيج بين فيروسات من هذا من عائلة الكورونا، ودونك وعطات فيروس يعني بروز فيروس جديد، وهذا الفيروس يعني ما هوش يعني لم يعني البشر لم يلتقي به إلى حد الآن. الآن لازم الناس، هذه فرصة كبيرة باش الناس تتعود دائما على الإجراءات الوقائية في الحياة اليومية، لأن الأوبئة في المستقبل راح تكون أكثر، لأن كما قلت لك في الأول الإنسان أصبح قريب من الحيوانات، والحيوانات أصبحت تنقل الفيروسات، فبالتالي لازم تكون عندنا كما نقولوا احنا لي ريفلكس دائما
في مواجهة حتى نتعامل مع أي وباء محتمل. بروفيسور سنهاجي تبعت لك محاضره يعني وقلت انه الخلايا الجذعيه لي سيلول سوش هما مستقبل الطب، يعني لماذا كما بروفيسور سنهاجي ما يقدرش يترأس مخبر هنا بالجزائر مع الباحثين الجزائريين تأطرهم ويقولوا عندنا مخابر خاصه بالخلايا الجذعيه ونديروا دي بونك تاع الصحه. شكرا سيدتي، راكي وصلتي يعني سؤال. نعم دوني لوكازيون. نعم تفضل، حتى باللغه الفرنسيه اكيد المسؤولين راح يفهموا. حقيقه اكتوالمون هذه سي ما ميسيون اكتوال، هذه المهمه ديالي للنقل بور ترانسفيري يعني هذا لا تكنولوجي و انستالي اكتوالمون كونستانتين دونك وين كان قطب ان بول دو بيوتكنولوجي و سي لوجيك دو فار ان سونتر دو ريشيرش في هذا القطب ومن parmi هذه الميسيون هو دونك اختراع دي نوفو ميديكامون اتسيتيرا دون لي مالادي غراف وهناك فرع يعني مكلف بالعلم المناعه. نعم. اللي وجناح يعني معقم وفيه فيه هيكله دي ستركتور سبيسيفيك يعني باش نقدروا يعني بور ايزولي اي كولتيفي et obtenir les cellules souches et en faire une banque qui m'a raconté une banque de cellules souches. وحاجه واحده اخرى في نفس الوقت في مثلا كيما حصص كيما هذو تاع التسليه نعاود نقولها والله العظيم لازم رانا نجم نقوموا بالتحسيس التحسيس ما لازمش يجي واحد بالكرافطه مزير ديروا هكا واسي وهكا لا في القواعد تاع التواصل ما هذه قديمه ما عندها حتى فعاليه حنا نحوسوا نوصلوا الفعاليه ونقولها مثلا كما الاخ هادوما عندهم الطريقه كيفاه يوصلوا الفنانين عندهم سهوله وعندهم مصداقيه عند الشعب. الاخت عتيقه مسكينه ثاني كنشهد لها كل برنامج وهي تهضر. لا وهذه عندها ماضي وعندها الجهه المهنيه باه توصل للمواطنين ويتحسوا ويحبوها ماشي يحبوها يعني يقبلوها ماشي قضيه التعطيف الوضعيه ولكن كما هو وهي عندنا لو مو باس ومقبولين كل عائله الجزائريه فوي الور لازم نقلبوا المعادله. نعم. ما يلزمش نهضروا على قاعه الانعاش اللي علاه راهي تتعمر علاه راهي تتعمر علاه راهي تتكس لان في الميدان ماناش نديروا الوسائل. نعم. باه نوقفوا الحالات تاع دكتور اكيد كل هذه النقاط اكيد راح نولي ليها معاك. احنا رانا في مرحله درك الوطن محتاجنا محتاج الباحثين. نعم. محتاج واريد انا اطمئن المواطن الجزائري. نعم. بان هؤلاء الباحثون والمهندسون يعملون بكل شراسه ويعملون يعني تلقائيا يعني هذه القوه جات من الباطن جات من الداخل يعني لا موبيليزاسيون تاعهم جات من عندهم من الفطره تاعهم وهذا يعني للمساهمه في الجهد الوطني. شوفي الجزائر هذه الجزائر ما تطيحش ان شاء الله يا رب والله ما تطيح ان شاء الله والله جامي يطيح الجزائر عندها رجال وعندها نساها وعندها اللي شكرا طب تعاود تطلع ما تخافوش والله انا نقولها نقولوا انك كاتبه وروائيه كذلك يعني درتي كتاب تحت عنوان الهجاله حبيت نعرف كيفاش خرجتي من الترمل منتصره لا منكسره ربما حتى تكوني مثال للنساء اللي راهم يشاهدوا فينا اليوم. هي الهجاله هو اول عمل روائي لي. نعم. واخيره يعني لانه لم استمر. انت تعرفي العمل الصحفي يستنزف نعم اكيد الطاقه والوقت يستنزف هامشك الاجتماعي وياخذ كل وقتك لانه الكتابه تحتاج الى تفرغ وكبار الكتاب احيانا عندهم اقامات وين يروحوا ويقعدوا ويكتبوا دونك الهجاله هي روايه لانه داروا لي ملاحظات قالوا لي كيفاش تكتبي على الهجاله وانت ما عشتيش لانه انا كتبتها في فتره العده الشرعيه 4 شهور و10 ايام كتبت رواية الهجالة
لانه فقدت زوجي الله يرحمه صحفي مراد تيروش نترحم عليه بهذه المناسبه. دونك انا هي خدمتها في فتره 4 شهور و10 ايام. اذا كما قال في فتره العده في فتره العده يعني كتبت والكتابه كما يقولوا احنا الكتابه هي عمليه يعني تطهير الذات. اون بو فير لو ترافاي دو دوي بالكتابه. يعني ارتحتي فتيحه لما كتبتي؟ طبعا انا لانه ارتحت، ولكن مستحيل مستحيل لحد الان نعاود نفتح الروايه ونقراها. وانا اتمنى يعني لانه تحصلت يعني الانتقادات جد وجميله، يعني نص وسيني العرجي مثلا كتب مقال جد وجميل على الروايه في الخبر وقال حبذا لو كل الكتاب يكتبون بهذا الصدق. هنا شعرت انه وجع يعني حسيت انه الناس وصل وجعي لانه سيتيت اون اكريتور كرو يعني بالحرقه هذيك المره ولكن صادقه. والله سمحوا لي مي اشاك فوا جو شونت سيت شونسون كوم بار هازار كنت وحشه مهمتي في ذا فويس كنت قاعده بليزيور موا وما كنتش شفتها وهذيك سو كوفيد جي لي با فيو صافي 9 موا دونك صافي 9 موا جي با فيو ما مامون 19 ما شفتش الام ديالي ما شفتش ثاني مون بابا ما شفتش اختي دونك راني نحس اني بالناس اللي راهم بعاد على عائلتهم دونك مادا بيا نعطوهم شويه كوراج انا جوني بوزوان اوسي اي سي ديفيسيل الوقت اللي انا فايتين عليه هاد الايامات بهذا الوباء سي ديفيسيل داتخ لوان دو سا فامي اي انا جو سوي تري فامي و فوالا جو فوز ام مامون بابا ما سور تو الموند. اذا نوجه لهم التحيه واكيد راهم يدعموا فيك حتى ديستونس يدعموا ياسمين عماري. ليها تعمل رايها خليك شغالك على جالها كيما تدير والله ما يفيش فيها والله ما نغير قلت لها باللي تحبها كي عرفت دارت غرضها بيتاتك لندا والجديد فيها والله ما نغير خليها تعمل ما بغات ما دامها شبات البنات راح قلبك على جالها مريض فيها والله ما نغير خلينا النية وما نوات انا شقيد هي ما عدا وعلى شاكدة قلبها حبيب شافيك والله ما تغيب يا حسرة عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات سميني وقعدي حدايا وحكيهم لي بثبات علاش هكذا حقدة وسمية ظلي تبادلي في الصفات تعذبي فيا غير بشوية يتمعذبك بركات شحال من سلطان كان في دنيا جيوش الأمر وطيعات مال وعز قصور وسرايا لاس عليه بالألوفات في الغفلة قلب التلحية في ليل وما صاب وين يبات وكلتي فلان عسلو فاكية فلان شما اختيلو لفتات فلان قلاتيلو الذرية وحياتو من الفرح اخوات فلان تلق مرتو المسكية زعف كي جابتلو البنات باقي ربي ومتي فانية شي ما يدوم في هذا الحياة شباب صغير جاي للدنيا قوالو نضاف فيهم معنات محبوب عند الناس الكلية مولا خير مولا صفات بارح كامل كان معايا كان معايا مت الصبح قالوا لي مات يا حسرة عليك يا الدنيا
سمحوا لي. ربي يرحمه. ربي يرحمه. يعطيك الصحة سي العمراوي على هذه الدموع. كمال مسعودي يعني ربي يرحمه كان فنان كل الجزائريين، هذه دموع صادقة سي العمراوي. على كل حال دموع ناحيتنا كاع كيف كيف، يعني كاين بزاف ذكريات. نعم. وهذه هذه هي الصداقة، يعني نعم. الإنسان كي تفكر صديق هكذا لازم. نعم. ربي يرحمه إن شاء الله. ربي يرحمه ويرحمه. يعطيك الصحة سي العمراوي. المسلمين إن شاء الله. يعطيك الصحة. إن صورة وردية ربي يرحمها. وردية هذه كنا نروحوا ليها فوق دلو، دخلوا عندها جيعانين نخرجوا شبعانين. صح. واش متخاتخ واش من الدنيا حاجب. صح. نعم. بصح ساعة ساعة تتحوزنا نخرجوا ليها. كان يجوز قدامها واحد يبيع الدجاج تعيط له جيجانو. نعم. تدي جادة تدي سردوك ومن بعدها تقول له روح اليوم ما كاش يخلصك ربي عاود هو اللي يخلصك. الله يرحمه. الله يرحمها. يا رشيد الله يرحمها. وزا يا عمر وزا ستة ستة سيك حكيم كيما الاب ديالي رشيد الله يرحمه، هو اللي رباني فنيا، هو اللي عاوني بزاف، وانسان مولا خير، وانسان عنده قلب كبير، وانسان حنين، وانسان الله يرحمه ويسع عليه ويرحمه. هذا بابا الله يرحمه. الله نعم. ربي يرحمه. ربي يرحمه. ما الفنان ما نقول تيسير عقله. الله يرحمه. نعم. كانت الله يرحمه ويسع عليه كانت امنيه في قلبه، والحمد لله يعني هو كان دير الخير في حياته وربي استجب له، وانه حب ينتفن في ارض الشهداء. وحب ينتفن نحتفلوا بال11 ديسمبر. صدقيني انسه والله العظيم. نعم. يعني النهار اللي رحت شفته يمكن اربع شهور قبل ما يتوفى قالها لي بالحرف الواحد. قال لي اذا صار معي اي شيء هون ما بتتركيني هون. يعني انا طرطقت بالبكاء. ما يعني كاستيو مصاريف ماشي مشكل، نجيب بابا وندفنه، المشكل انه هو كان سوري بلجيكي. نعم. ينا جاميتي الجيريان، مات في بلجيكا. نعم. يعني عمره ما كانت عنده الجنسيه الجزائريه. يعني بقدره ربي وبقدره الرجال يعني ربي استجب له، ويعني في ثلاث ايام حبطوه وندفن في المقبره مع الشهداء في العاليه. وكيما كان حب الله يرحمه. نقول الله يرحمه ويسع عليه ونشكر بزاف الناس اللي وقفت معايا. اذا مفاجاه السهرة مع على باليش الى الكواليس راهم حاضرين، نروحوا نشوفوا شكون هو حاضر معنا تحت تصفيقات الجمهور. مع على بالنا شكون هو حاضر. تفضل معنا. مصطفى بلا حدود نورتنا اليوم. الله يطول عمرك بارك الله فيك. هذوما احبابي. اوي اوي مصطفى. او دي اختي هذه. الله يسلمك خويا. والله نبغيها بزاف. الله يسلمك. ولا غير سي بروك خويا مصطفى. بيتيتا يا بيتيتا انا محبك يا بيتيتا. بيتيتا يا مصطفى وانا بحبك يا مصطفى. هذا المكياج الاخر. نقول لك قالوا لي اش جابك حواس الجزائريه شو زين تلباس. الله توحشت حبابي وجيراني ودوك الناس. صح. شيخ المحروسه بحره عامق وكلامه عبار وقياس، والله يحفظ هذه الحصه من كل عين ويجعلها ديما عساس. ان شاء الله. شكرا لك شيخ المحروسه على هذه الكلمات الجميله.
سيدي العطار يا العطار واعطيني شي بخور باش نداوي الجراحي هذا الشرط في هاد النهار عييت نصبر غزالي عداني عطار يا العطار عطيني شي بخور باش نداوي الجراحي هذا الشرط في هاد النهار عييت نصبر غزالي عداني وقالوا لي دوايا عندك نصيبو عطار كي داوي الفراق حبيبو الله وقالوا لي دوايا عندك نصيبو عطار كي داوي الفراق حبيبو اش دواك يا العطار بدوايا ودواك يا العطار اش دواك يا العطار بدوايا ودواك يا العطار عطار يلا الله سيدي العطار دير مزيا وبغيتك تسغالي يا جيت لعندك نعيد الخبار يا حبيبي مش عليا وخلى في قلبيك يا لنويتو يكون غدار سيدي العطار كون لبيب عطيني دوا الحب صعيب باش نشفي نظرار اي ويلا يجيني لحبيب شوفوا عيني من قريب نعطيك الف دينار وقالوا لي دوايا عندو ونصيبو وعطار كايدا بين فراق حبيبو وقالوا لي دوايا عندك نصيبو عطار كيداوي الفراق حبيبو واش دواك يا العطار بدوايا ودواك يا العطار واش دواك يا العطار بدوايا ودواك يا العطار أنا ما نويت فراق وهو اللي سخابيا أنا ما نويت فراق وهو اللي سخابيا تزوج ما قالها ليا حالف لكن بالي بيه تزوج ما قالها ليا شهدوا يا الناس عليه قلبي حتى جرحت وليا أنا اللي عطيتها قلبي حتى جرحت وليا زوجت ما قالت ليا راكم شاهدين عليه زوجت ما قالت ليا وراكم شاهدين عليه راكم شاهدين عليه راكم شاهدين عليه والصلاة والسلام على نبي العربي وسيدنا محمد ربحي ورأس مالي ويا جلالي إلي 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 سيدي جلول أبو علام إلي 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 فيك سليل شيك الخام إلي 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 قولوا معايا يا سمعي
مشيت للجزائرية وجتني بعيدة وفيها أنيسة وفيها قبيلة ويا جيراني إلي 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 سيدي جنون أبو علا إلي 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 شيت صفيقات في كل منا إلي 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 قول معايا أيوا يا المعلم هو مو تكلم يا عيطة حيزية أصحاب البارود والصحاب الجدبة وهي المعلم أيوا مو تكلم يا عيطة حيزية أصحاب البارود والصحاب الجدبة قالي دير دقالي كريم وجيب جيب وقال وما صرت ما نجيب وجيب كريم وجيب جيب اي ثلاثة كيلو كوكاوة وثلاثة كيلو كوكاوة والبسطاش غالي عليك البسطاش وين البسطاش غالي عليك لكم هذا البرنامج برعاية جازي.